السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف العادات الغذائية السيئة التي يجب علينا تجنبها في شهر رمضان المبارك. 1- مضغ الطعام بشكل سريع على وجبة الإفطار الذي يتسبب في إصابة المعدة بالمشاكل. 2- تناول المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين التي تؤثر على صحة الصائم. 3- تناول الدهون في الأطعمة المختلفة مما يؤدي إلى زيادة الوزن فضلا عن الإصابة بالأمراض القلبية. تناول الأطعمة المقلية والدسمة بكثرة خلال شهر رمضان، ويجب استبدالها بالأطعمة المشوية. 5- الإكثار من وضع الملح في الأطعمة، بالإضافة إلى تناول المخللات والأطعمة المصنوعة من العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة الإنسان وتزيد الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام. تناول الحلويات بكثرة يصيب بالتخمة والسمنة، لذا يجب استبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه لتجنب زيادة الوزن وتراكم الدهون. من الخطأ شرب كمية كبيرة من الماء على وجبة السحور، ويجب الاعتدال في تناول الماء. من العادات 8- من العادات الغذائية الخاطئة والتي يقوم بها الكثير من مشاهدة التلفاز أثناء وجبتي الإفطار والسحور، مما ينتج عنه زيادة كمية الأطعمة المتناولة. صح، قلة المجهود البدني خلال شهر رمضان تؤدي إلى الإصابة بالسمنة والأمراض المختلفة، ولهذا يجب الحرص على ممارسة نوع من أنواع الرياضة، ولكن يجب أن تكون بعد الإفطار بساعة على الأقل. النوم مباشرة بعد السحور من أكثر العادات السيئة التي تؤدي إلى مشكلات صحية، ومنها السمنة والإصابة بالأرق والصعوبة في النوم. عافانا الله وإياكم من الأمراض، وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صحة الإنسان على رؤوس الأصحاء.